والمتحدث الرسمي ايضا استاذ محمد. صباح الخير يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. يا فندم وتحياتي للاستاذ الزميل الاستاذ احمد كمال. اهلا وسهلا. اهلا بيك. طيب انا عندي نقطه انا عايز اسال حضرتك عليها، وفي نقطه اعتقد حضرتك عايز تتكلم فيها. اسمح لي ابدا انا الاول. امبارح سمعنا كلام عن انه في صفقه للقمح مناقصه تقريبا اتلغت، تم الغائها لانه ما حدش اتقدم. الكلام ده ايه؟ ايه اللي حصل؟ مظبوط يا فندم. والله هو بعد السيد وزير الزراعه لما غير المواصفه او حط شروط جديده ومواصفات جديده لاستيراد القمح، وهي عباره عن ان القمح القادم من الخارج يكون نسبه الارجود فيه زيرو ارجود، ودي صعب احيانا تنفيذ هذا الطلب. تقدمنا بعده مناقصات، دي كانت ثالث مناقصه مش المناقصه الاولى يعني، بعده مناقصات ولم يتقدم احد. امبارح اول امبارح عرضنا مناقصه عالميه لاستيراد القمح من الخارج لاحتياجنا لهذا القمح في خلط القمح مع القمح المحلي اللي فيه خبز بمواصفات محدده، ولكن لما تقدم احد مما اضطرنا ان احنا نلغي المواصفه. يعني هو الموردين في الخارج لا يعني بيرغبوا ان هم لا يخاطروا ان هم يبعتوا شحنات قد يكون فيها نسبه ضئيله جدا من الارجود فيتم رفضها، فاحجموا عن التقدم امبارح مما ادى ان احنا نلغي المناقصه. طيب لو 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 اتعملت مناقصه رابعه يا فندم ومحدش برضه تقدم، هيبقى الوضع ايه؟ هنعمل مناقصه رابعه وخامسه على امل ان حد يتقدم. ان محدش يتقدم هيبقى هنعمل مذكره ودراسه للسيد رئيس مجلس الوزراء او مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم، لان احنا في حاجه لهذا القمح المستورد. ما انا قلت لحضرتك احنا القمح المستورد يتم خلطه مع القمح المحلي لتحسين مواصفات الرغيف، بيتم خلطه بنسبه 40 ل 60% قمح محلي و40% قمح مستورد، وده بيعمل على تحسين جوده او تحسين مستوى الرغيف مواصفه الرغيف نفسه المدعم يعني. طيب الوقت ده يا فندم مش خطر علينا؟ يعني المناقصات اللي عماله تتعمل ومحدش بتقدم دي، الوقت ده كله ده ما يضرناش احنا في حاجه؟ احنا عندنا بطمنك احنا عندنا رصيد يكفي من القمح المحلي، ولكن زي ما انا وضحت احنا في احتياج للقمح المستورد. احنا مش عايزين نهدر القمح المحلي في الخلط في الطحن الكامل، لان يعني انا زي ما قلت لحضرتك في السابق احنا بنطحن من 60 محلي 40 مستورد. فانا بطمنك احنا لسه موسم القمح ما عندناش عليه شهور قليله او ايام قليله، ولدينا ما يكفي. انا بطمن الشعب مش بنقلقه، ولكن عندنا قد ايه مخزون استراتيجي يا فندم؟ يعني من 5 لـ 6 شهور، يعني معانا من 5 لـ 6 شهور. والمناقصه بتاخد وقت قد ايه؟ الرابعه هتتعمل امتى؟ المناقصه الرابعه خلال الاسبوع القادم هنعملها ان شاء الله على امل ان نتقدم احد يعني. تمام. طيب القرارات الاخيره يا فندم بخصوص اقاله كان اعتقد رئيس شركة القبضة للصوامع ورئيس جهاز التعمير والتنمية لقطاع التجارة الداخلية. القرارات دي يا فندم ايه وضعها دلوقتي؟ انا بالفعل كنت طالب وحابب اتكلم في هذا الموضوع، لانه اثيرت كلمات وعناوين كثيرة في الصحف كثيرة، الاطاحة به او التطهير او خلافه، مسميات كبيرة كبيرة الحجم والمعنى والمغزى، ولكن احب اوضح من خلال برنامج صباح دريم اللي له مشاهدة كبيرة ان الموضوع ليس اطاحة وتطهير ولا خلافه. الموضوع عبارة عن وزير قادم بفكر جديد يرى رؤية معينة، يرى ان هناك رجال اخرون يستطيعون تنفيذ هذه الرؤية. السابقون كان لديهم تطوير وانجازات قدموها سواء في الصوامع او سواء في جهاز تنمية التجارة الداخلية اللي شهد العديد من السلاسل التجارية وانشائها، ولكن كل وزير له خطة محددة او معينة يجب أن يكون له رجال معينين أو بفكر محدد. الأمور بتختلف حسب السياسات الموضوعة واستراتيجيات الوزارة القادمة في المراحل القادمة، مما يستدعي معه أن أنا أجيب أشخاص أخر أو جدد لفكر معين جديد في المرحلة القادمة يعني. فالموضوع هو إعادة تطوير لمنظومة القيادات وإعادة هيكلة لمنظومة القيادات، وليس تطهير. القيادات اللي خرجت الحمد لله شكرا على ما قدموه، والقرارات القادمه بنقول لهم احنا مستنيينكم. اه يا فندم، بس هو الخبر الصحفي اللي طلع يا استاذ محمد، الخبر الصحفي اللي طلع من اصلا كنت على الهوا من يومين الحقيقه لما طلع الخبر الصحفي من عندكم، والخبر طلع باقاله فلان وفلان، فيعني انا من اكتب الاخبار الصحفيه، عشان كده حضرتك معانا على الهوا دلوقتي. كتبت تغييرات وليس اقالات، هو تغيير وتغيير تم بالقيادات من داخل الوزاره يعني. مش حد مجرد هو تغيير، ولكن الحبكه الصحفيه احيانا بتلزم
طب ما طب اسمح لي بما احنا بنتكلم بصراحه مع بعض، رئيس جهاز تنميه التجاره الداخليه هي المهندسه احلام رشدي على ما اعتقد، مظبوط؟ حاسب احلام رشدي، مظبوط يا فندم. تمام. هل كانت بتسمى في الجهاز او في الوزاره ان هي المراه الحديديه التي لا يستطيع احد الاقتراب منها وكل الكلام ده، الكلام ده كان ليه اي اساس من الصحه ولا مجرد زي ما انت تحدثتي، هو اطلق على المراه الحديديه نظرا لان هي كانت وكيل وزارة من فترة قديمة لرئيس قطاع مكتب الوزير، ورئيس قطاع مكتب الوزير بحكم عمله دائما يكون ملاصق للوزير، يعني دائما رئيس مكتب الوزير بيبقى ملاصق للوزير سواء عبر إرسال القرارات أو إدخال البوصلة للوزير أو خلافه، لأنه هو منصب هام في الوزارة. فهي عشان شالت هذا المنصب مدة طويلة أطلق على هذا اللفظ. اللي يخصنا هنا المخالفات، هل هي عندها مخالفات ولا لا؟ احنا نؤكد ان ليس لديها اي مخالفات. والله لو قعدت 50 سنه في الوزاره بس شغلها تمام او شغله تمام لا يعنيني في شيء. واحييك على هذا. هي لم المغزى في النهايه في التغيير ان فلان هل لديه مخالفات؟ المخالفات على النيابه العامه والقضاء يحكم فيها. مش بس يا فندم، انا اسمح لي اقول لك على حاجه استاذ محمد، ويعني ارجوك تقبلها مني كده يعني. هي الفكره، ما هو ده يا فندم الفكر اللي احنا القديم اللي احنا ماشيين بيه بقالنا سنين وعايزين نطوره ونغيره. فكره انه لو المسؤول ده موجود بقاله سنين طويله وما فيهوش ما عندوش فساد بنخليه موجود. احنا كمان عايزين افكار جديده ورؤى خارج الصندوق، وعايزين افكار شبابيه، وعايزين ناس تنزل الشارع اكتر، وده كان السبب في التغييرات. هو الشركه رئيس الشركه قبض للصوامع، عمل اللي عليه وقدم عليه، وكان هناك ملاحظات من لجنه تقصي الحقائق على الاداء في الصوامع، فكان يجب ان ناتي بفكر جديد يستطيع ان يتاقلم مع القادم، مع موسم القمح القادم. احنا لنا، وانا بقول لك خبر احنا نشرناه وعايز اعيده ثاني، احنا في الفتره القادمه في موسم القمح القادم لن نقوم باستئجار صوامع قطاع خاص. لن نقوم الفتره القادمه باستئجار صوامع قطاع خاص. قطاع خاص. لدينا 25 صومعة تعاون مع الجانب الإماراتي هيدخلوا الخدمة بحصيلة أو بساعة تخزينية 1.5 مليون طن، ولدينا شون بلومبرج اللي تم تطويرها بساعة 200,000 طن. أظن ده هيكفي بجوار مطاحن. والساعة دي تكفي يا فندم؟ هتكفي إن شاء الله، ولن نتعرض الفترة القادمة للصومعة الخاصة لما كان عليها من ملاحظات، وهي عند النائب العام مش عايزين ناخد فيها يعني. يعني احنا نقدر نقول ان ده حرب كده بدأناها لمكافحة او لمحاربة بعض التجار والمحتكرين. تيجي نتفق ان بلا حرب هي خطط، وضعنا خطط لمكافحة ما أثير عنه او ما قيل عنه انه فساد او خلافه، وضعنا خطط لتلاشي كمان الاحتكار، لتحسين المنظومة، لتحسين منظومة التخزين، لتطوير منظومة التخزين، للاعتماد على الشؤون المحل الحكومية او صاحبة الدولة، المضمون ان هي تبقى امنه في الاستلام يعني. انا بشكرك جزيل الشكر الاستاذ محمد الشحات، يعني وضحت لنا حاجات كتيره مهمه جدا الحقيقه. برضو موضوع الصوامع الخاصه دي انا ما اعتقدش الخبر لسه كتب او انا ما قريتهوش، فربما ده يكون خبر جديد كمان انه لن يكون هناك اعتماد على صوامع خاصه الفتره القادمه، وهندخل في الخدمه الصوامع المتفق عليها مع دوله الامارات، و الساعة تكفي لذلك بحسب ما صرح الأستاذ محمد الشحات. برجع مرة تانية ليك يا أستاذ أحمد، عندكم شغل جامد في الوزارة، عندكم حاجات كتيرة قوي تشتغلوا عليها الفترة الجاية دي. عندنا يعني مهام وتكلفات يعني كبيرة جدا، إن شاء الله يعني تلاقوا نتائجها قريبا جدا في الشارع إن شاء الله. طيب اسمح لي نستكمل اتصالات السادة المواطنين. احنا كان معنا التليفونات للأسف قطعت، بس في معنا تليفونات تانية. وداد صباح الخير. استاذ خالد كفر الشيخ صباح الخير. صباح الخير يا استاذ. اتفضل يا فندم. حضرتك انا عايز اوجه سؤال للاستاذ احمد بالنسبه لنقاط الخبز. نقاط الخبز كانت في الاول مفتوحه نروح نشتري اي حاجه من عند البقال. النهارده بقى